السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية كافة أجمعين، أينما كنتم وأينما حللتم. إذا البنات، أنا عندي واحد ديغيزمون ديال واحد ليكول بريفي، يعني لافيت ديال لافان داني، وكيبريباريو ليها على تيسا، وعندي واحد لاكوليكسيون ديال الحويجات ديال الموديلات ديال هاد الوليدات اللي غادي يديروا بهم، غادي يعني غادي يديروا هذيك لافيت في المؤسسه. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الموديلات كاملين. اذا كيف شفتوا، انا حطيت لكم الموديل اللي غادي تشوفوه دابا، غادي نخدموه وغادي نخليكم تعيشوا معايا هاد الموديلات كاملين. علاش لا يكونوا وليداتكم، يكونوا عندكم يعني حتى نتوما هاد لافيت، يعني يعجبوكم الموديلات تخدموهم، علاش لا. اذا هنا الموديل كيف كتشوفوه، كيف حطيته لكم، هو يعني ديال لاشين، ديال لاشين. اذا هنا الثوب انا شفتو كيفاش درت ليه، الجهه المسدوده ها هي هنا، وهذه المفتوحه خديت غير العرض اللي بغيت ديال الجلال، خديت عرض جلال، وغادي نخدم المقاسات ديالي. ولا بغيت نزيد شويه ممكن انني نزيد واحد شويه في العرض ديال الجلال، كيبقى اختياري. اذا هنا البنات عندي مقاسات ديال كل طفل او كل تلميذ. هنا بالنسبه للكتاف عندي الكتاف، غادي فوالا هنا، يعني هما عندهم الكتاف والارتفاع، يعني انا غادي نخدم هذه باش تشوفوا معايا، وغنفصل الاول ونعاود نفصل الثاني ونخليكم معايا. بالنسبه للكتاف عندها يعني 28، بمعنى هنا خاصها تكون 14، انا غادي ندير لها 15 اللي هي هذه. بالنسبه لعبر الرقبه، عبر الرقبه عفوا، غادي ندير لها 6 سنتيم اللي هي هذه. بالنسبه لربع الصدر، ربع الصدر يعني دوره الصدر عندها 80، مقسومة على 2 هي 40، مقسومة على 2 هي 20. إذا هنا خاصة تكون 20. بالنسبة من 20 أنا غادي ناخد ارتفاع، ارتفاع الصدر عندها 18 اللي هي هذه. هنا غادي ناخد 21 ديالي ديال ربع الصدر، 21 اللي هي هذه، واضح. إذا هنا أنا بالنسبة للطول اللي عندي، بالنسبة للطول عندي تقريبا 80، انا غادي ندير هنا 82، 82 ديالي ها هي، واضح، 82 اللي هي هذه، فوالا. اذا البنات بالنسبه للقواعد، القواعد راكم عارفينها ديال الوليدات الصغار، يعني المقاسات كلها القواعد كتصغر مع المصغرات، يعني عوض ما غادي ندير 2 ديال 1 سنتيم، عوض ما غندير 3 ديال 2، يعني دائما القواعد كتصغر مع المصغرات. اذا هنا هذا الموديل، هذا شوفوا معايا هنا، غادي نحاول انني نحيد لودو، نحيد الظهر ديالي ونخلي الامام باش نخدم عليه. الامام ديالي غادي نزيد نحفر شويه باش ما يجيهاش مشن، هذا الامام. بالنسبه لهنا عندي كول في، في اللي هو هذا باش يدخل ليا الراس، ولكن الموديل راه باين وواضح. اذا هنا قبل ما نجمع الامام والخلف، نعبر شحال عندي في التركيز اللي هو عندي 23. اذا 23 باش نعرف كيفاش نخدم الكميمات ديالي. الكميمات ديالي كيف كتشوفوا في الموديل، عندي الثوب اسود، يعني غادي نجيب ثوب اسود وغادي نخدم فيه الكمام ديالي، واضح البنات. اذا عندي السكن في النوار اللي هو هذا، غادي ناخد السنتان
وغادي نتني هنا أربعة باش نخرج منه جوج الكميمات، الكمان الأولين والكمان التانيين ديال ديال المقاس الآخر. غادي نخرج لأن مازال عندي بنيته أخرى. إذا هنا هنا تقريبا الكمام الكمام بحال بحال، الطول ديالهم تقريبا 35 35. إذا 35 غنحيد منها تقريبا 10 سنتيم ديال هذيك لابوند اللي غندير بالأحمر، لابوند اللي غندير بالأحمر، وغادي ندير 35 يعني غندير 25. ها هي 25 مع 2 سنتيم ديال لاكوتور هي 27. واضح الناس؟ إذا هنا غادي راسي الكميمات ديالي. هنا ما غاديش نحفر، غادي نحيد غير شي حاجه قليله. علاش؟ لان كيف كتشوفوا الكمام غادي عراضين، الموديل ديالنا هو الكمام غادي عراضين كيف شفتوا في الصوره. اذا هنا غادي نحيد باش اللي غادي يخيط يعرف بلاصه النص. اذا هنا غادي نجي لهاد لابوند، هادي هاد لابوند البنات كيف شفتوها ها هي، غادي نثنيها على اثنان، غادي ندير فيها تقريبا 10 سنتيم 10 سنتيم وغنثنيها على اثنان. واضح؟ اذا هنا فيها 12 سنتيم مزيانه، 12 سنتيم غنحيد 2 سنتيم في 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 لاكوتور. اذا هذه هنا خصني نقادها، هنا خصني نقادها نقاد الثوب. اذا هنا غادي نثني هاد الثنيه على قد العرض ديال المونش ديالي، شفتوا ثنيتها يعني راه هنا على 2. واضح؟ اذا هنا غادي نثني هوم وغادي ناخد 10 سنتيم ديالي اللي هي هاد. واضح؟ اذا البنات شفتوا ها هي، مازال خليت فيها شويه تاع العرض، نزيد نقصو. واضح؟ اذا هذه هي المونش ديالي كيف شفتوها، مفهوم؟ هذه غادي تجي بحال هكا، هذه غتخدم هنا، يعني الطول ها هو من هنا لهنا ها هي 38 ب 2 سنتيم ديال الخياطة، وحنا راه عندنا غير 35 أولا 36. إذا هادو مونش ديال وحدة، هادو مونش ديال وحدة. علاش؟ لأن الثنية راه كيف كتشوفو الثوب متني على 2، هنا لابوند راها متنية على 2، مفهوم؟ هادي هادو كيف شفتوها ها هي، ها هي بالطول وبالعرض. نثنيوها هكذا وعاود نثنيوها هكذا، يعني التنية على جوج المرات. إذا هادو لي مونش ديال هادي. إذا هنا غادي نزيد وحدة أخرى اللي هي مازال باقي عندي، غادي نزيد وحدة أخرى. واضح؟ إذا هنا عندي الكتاف حتى هي 28 تقريبا نفس المقاسات، الطول اللي مختلفين، هذه درت فيها 82، هذه غندير فيها 86. إذا هنا الكتاف كذلك 14 لأن عندها 28 هي 14، هي هنا غندير 15، غادي ندير 6 سنتيم ديال الرقبة. واضح البنات؟ كنزل بلا ارتفاع، عندها 19 بلا ارتفاع، في الارتفاع غادي ناخد دورة الصدر اللي هي عندها هنا، هذيك عندها 60، جات تقريبا 60 لا 80، عندها 20. إذا هنا هذه غادي تكون أقل، هذه في دورة الصدر عندها يلا 58، عندها 60، غنديرو 2 سنتيم زايدة 60، غنقسموها على 2 هي 30، غنقسموها على 2 هي 15. إذا هنا غادي ندير 16 سنتيم، أنا زدت 1 سنتيم هي 17 سنتيم. إذا الطول غادي ناخد الطول ديالي
هي غادي هي هو 86. اذا 86 هو هذا كيف كتشوفوا معايا. اذا هنا كيف كتشوفوا معايا نزيد نقرب لكم باش يوضح. هنا بالرقبه دائما نهبط بواحد سنتيم. هنا ملي نبغي نطيح التاح ديالي نطيحهم باثنان سنتيم او لا واحد ونص. هنا التركيز ديالي غنخدمو داير عادي جدا. هنا ما كندخلش بزاف وكنمشي لانهم غير وليدات صغيورين والموديل فيه الحزام. الموديل حتى هو فيه الحزام. فوالا هنا غادي واضح. اذا هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نحيد كيف حيدت في الاول. غادي نحيد الخلف والامام ديالي نزيد نحفرو واحد شويه باش ما يبقاش لان شويه البروكار كيكون واقف هنا باش ما يبقاش باش ما يبقاش مشنق. وهنا غادي ندير الفي. شوفوا البنات باش نقول لكم على الفي لان في هذيك لابوند انا في الفي هنا هبطت ب 10 سنتيم. علاش هبطت ب 10 سنتيم؟ لان مازال غادي ندير واحد هذيك لابوند اللي كتشوفوا في الصوره لابون. انا غادي مازال نعطيكم الصوره اكزاكت مزيان باش تشوفوها باش توضح لكم. عندنا موديلات كثيره غيكونوا موديلات كثار ان شاء الله. اذا عندنا موديلات كثار موديلات يعني فوالا هذا هو الموديل ديالنا كيف كتشوفوا شفتوا يعني هذا موديل ها هو. غادي نخدمو ان شاء الله بداك الطربوش وكل شيء. اذا شوفوا شوفوا الكول شفتوا الكول كيفاش جاي داير واضح. اذا هنا مازال غادي نوريكم موديلات كثارين غادي نخدموهم. كل مره غادي نحط لكم موديل. شوفوا كل مره غادي نحط لكم موديل. هذا بالنسبه للوليدات شوفوا الموديل. ها نتوما اللي بغات تخدموا لوليدها الموديلات كلهم ان شاء الله غادي نخدموهم. غادي نخدموا سروال قندريسي كذلك شوفوا معايا. غادي نخدموا موديلات كثارين باذن الله. حتى هادشي غادي نخدموه. غادي دائما انا هاد الايام كلها غادي نحط معكم هاد الاشكال ديال هاد الموديلات ان شاء الله. اذا هنا هاد الكمام ديالنا ديالها غادي نديرهم بنفس الطريقه. الكمام دائما باش نكونوا واضحين تقريبا في الكمام عندهم نفس كنتنيو هكذا اولا نتنيو هكذا. ناخذ 10 سنتيم ديالنا ها هي 10 سنتيم كناخذوها وعاد كنعاودو نتنيو مفهوم باش ناخذ العرض ديال المونش ديالي مقاد اللي هو هذا. مفهوم هنا غادي نشوف واش هذه 10 نورمالمون خصها تكون فيها 12 هي هذيك. اذا 12 اذا هنا غادي نحل هاد مفهوم. اذا الكم ديالي غيجي بهذه الطريقه. اذا البنات غتخليكم معايا غادي يكون موديل مور موديل باذن الله. تحيه لكم البنات كنتمنى انكم تخدموا هذا الشيء لوليداتكم يعني موديل سهل سهل جدا.